مزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الخرطوم مراسل الغد طارق بابكر. طارق، التفاصيل لديك. نعم حسين، الحرية والتغيير المجلس المركزي كانت قد اعتذرت للآلية الثلاثية التي تضم اليونيتامس الاتحاد الأفريقي والإيجاد، وهذا ما قد يعني تم في تنوير خاص بالمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، وتقول إن الأجواء غير مواتية للدخول في هذا الحوار المباشر الذي تيسره الآلية الثلاثية، إذ إن هنالك العديد من المطلوبات بحسب التنوير الخاص بالمكتب التنفيذي للحرية والتغيير، والتي تتمثل في تهيئة المناخ للعملية السياسية، إذ إن يعني بالرغم من رفع حالة الطوارئ وأيضا إطلاق سراح المعتقلين، تقول إن ما تزال هذه التظاهرات تقابل بعنف، وأن هنالك عدد من هم داخل الحبس، إذ إن يعني هي طالبت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بإنهاء كل ما تم في 25 من شهر أكتوبر وما ترتب عليه إبعاد المكون العسكري عن المشهد السياسي. وهذا حسين يتوافق تماما مع يعني تنسيقيات اللجان التي تدعو إلى التظاهر، والتي تطالب بذات المطالب لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي. هذه الدعوة التي قدمت لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي من مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وأيضا سفير المملكة العربية السعودية هنا في الخرطوم. هذا اللقاء بحسب البيان الصادر من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي سوف يكون غير رسمي، ومن أهم أجندته إنهاء كل ما تم في 25 من شهر أكتوبر، والذي تصفه قوى الحرية والتغيير بالانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى الوثيقة الدستورية، وما ترتب على هذا الذي تم في 25 من شهر أكتوبر، وتسليم السلطة للمدنيين، وأيضا يعني استعجال كل استحقاقات الأجواء الديمقراطية والأجواء التي تهيئ لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، وأيضا وقف إجراءات الآلية الثلاثية بحسب البيان الصادر من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والذي يتمثل في الحوار كما يصفه البيان ما بين مؤيدي تلكم القرارات التي تمت في 25 من شهر أكتوبر 2021، وأيضا من بحسب ما وصفهم البيان أيضا هم من عناصر النظام البائد، وهم يطالبون بأن يكون الحوار ما بين يعني العسكريين الذين قاموا بما تم في 25 من شهر أكتوبر الماضي، وبين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي رفضت كل ما تم من هذه القرارات وما ترتب عليها، والتي وصفتها بالانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى الوثيقة الدستورية. لذلك حسين نشأت العديد من التظاهرات ومن التصعيد الثوري المكثف عبر جداول تصعيدية تطالب يعني تهيئة المناخ وتسليم السلطة للمدنيين، أي الحكومة المدنية، وإبعاد المكون العسكري عن المشهد السياسي، وأيضا المطالبة بمحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين. لربما هذه الدعوة حسين التي تمت من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، وأيضا سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، لربما تكون قد تماهت تماما بحسب أجندة البيان الذي طالعناه من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، والذي من بين ثنايا هذا البيان إنهاء ما تم في 25 من شهر أكتوبر الماضي وما ترتب عليه وتسليم السلطة للمدنيين. هذه هي الأجندة الرئيسية التي تطالب صحيح. بها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومن أجلها يعني تصاعدت وتيرة المظاهرات. إذن هذا اللقاء الغير الرسمي ما بين المجلس المركزي وبدعوة من يعني مساعدة وزير الخارجية مولي في، وأيضا يعني سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، إذن هي الأجندة الرئيسة بحسب متابعين، وهذه هي المطالب الرئيسة حسين التي يعني يطالب بها أو تطالب بها مركزية قوى الحرية والتغيير
والتغيير والتي تتماهى تماما مع مطالب الشارع الذي يرفض تماما ما نشأ بعد 25 من شهر أكتوبر. لربما هذا اللقاء الغير رسمي يحدث اختراقا في مسار العملية السياسية بالبلاد، وتتشكل يعني عملية سياسية وفقا للشارع وفقا لمطالب قوى الحرية والتغيير التي تتمترس في مطالبها لا شراكة لا شرعية لا اتفاق لا مساومة مع المكون العسكري. إذا هذا اللقاء الغير رسمي هو يعني من صميم مطالب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأيضا من صميم مطالب الشارع الذي يصعد من حراكه التظاهري. وحتى هذا اليوم تمت العديد من المظاهرات المطالبة بذات المطالب التي تتماهى مع هذه الدعوة التي قدمت من يعني المسؤولة الأمريكية وسفير المملكة العربية بالخرطوم. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التفصيلية. الزميل طارق بابكر مراسل الغد كان معنا من العاصمة الخرطوم.